عمرنا ما هنطلع من الضغوط النفسية. انت كل يوم في قاعد في ستريس في حاجات كده، فما فيش بني ادم عارف يطلع من الضغوط النفسية. لكن انا بطلع منها حقيقي يعني بالبحر، على البحر اسمع فيروز، اسمع مش عارف ايه، اخد تاني، اكل اكله حلوه، يعني عارف الحاجات دي كلها بتطلعني بره المود خالص. نرجع للمسلسل اللي اتكلم عن التعاون مع سوسن، قلت له استاذ وفاء عامر وكل طبعا الاستاذ سوسن دي 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 حكايه كبيره قوي قوي قوي، يعني ده تاريخ وفنانه عظيمه، بس للاسف ان انا ما عنديش مشاهد معاه. اشتغلت طبعا مع الاستاذ سوسن، اشتغلت معاه قبل كده، اشتغلنا اكتر من عمل، لكن الفيلم ده لا ما عنديش تصوير معاه. بس طبعا وفاء بقى اصحابه ونهال وكل الناس، في ناس ما اعرفهمش ما اتقابلتش معاهم في الحياه، واتقابلت ولقيتهم لذاذ جدا، فبقينا كلنا اصحاب. اللي جاي في حاجه انا مبسوطه منها جدا ودور حلو قوي، لكن يتطلب سفر، وانا مش عارفه، مش قادره اسافر، مش عايز اسافر الايام دي. لو هياجلوا هتفق معاهم وهمضي، لان الدور حلو قوي وهبقى معاهم تمام. مش هيبقوا عايزين يخشوا الايام اللي جايه، لا مش هقدر ادخل الايام اللي جايه. ميرسي، نورتونا.